نهاركم مبروك مشاهدينا، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. من بعد ما طلقوا بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حمله زيرو غريساج، نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين شنو رايهم في هذه الحمله، واش كيحسوا انه كاين الامن والامان، وشنو هي الحل باش نتفاداو ظاهره السرقه. نشوفوا الاجابات ونرجعوا لكم. مع هذه الحمله باش عندنا والدين يخرجوا في امان، مابقاوش يخافوا لا في طوبيسات لا والو، كيبغيو يكسيو وليداتهم تداو لهم رزقهم. حشومه هذا الشيء، شنقول لهم؟ الله يدير لهم شي ولد. هذه راه بلاد ديال الامن، فهمتي؟ بلاد الامن، وذاك اللي كيكريسي ما يبغيش شي واحد يجي يكريسي، فهمتيني؟ والسبب ديال هذا الشيء ديال المخدرات، كيتعاطوا المخدرات الشباب، فهمتيني؟ لان الناس ما خدامين ما ردامين، من غادي يجيبوا المصاريف ديال اليوميه ديالهم، ولهذا كثر الكريساج، وما كاينش اللي يقدر يقاوم هذا الكريساج. حتى شي حد تيكريسيو فيك والبوليس دايزين، انت واحد ما تيديها فيك، لا ما كاينش الامان، ما كاين لا امان لا والو، انت في يد الله في الصراط. صافي لا لا، مع الحمله طبيعه، مع الطبيعه، مع الطبيعه. ومن يد الانسان كيخاف ملي كيشوف هذا الكريساج وهذا السي وهذا السمكار وهذا السي، واحد الوقت كيولي خايف، يعني ملي قلتي يخرج شفتو مع اللي خرج مع العائله ديالو ولا مع مرتو، شنو كيولي خايف؟ لا ما كاينش الامان في هذا البلاد، ما بقاش الامان. اش اللي كتشوف شي حوايج بزاف، عمو فوق كتخرج كبير كامل الحانوت داخل عنده قوم ديال عباد الله كيحيي لي ديال، يعني انت كفرد غادي تشوف مرتك ولا تشوف صاحبتك ولا تشوف شي واحد، اش غتوقع غادي يوقع معاهم؟ اختي في كازا، كازا بلانكا، عمرك ما تلقاي الامان، ميم في الموبل ديالك، في الموبل ديالك تقدر تعرضي للكريساج، فهمتي؟ حاجه نورمال، ما كاينش الامن بتاتا. الامن كنلقاو غير صحاب السيركيلاسيون هما اللي كاينين، هما اللي خدامين اللي خدمتهم، كيحداو واحد حارق الضو ولا لامبورش كيهضر في التليفون ومخلين الشفاره كيديروا هما بغاو. ايجابيه تابعتها بار في لاباج ديال الفيس ديالي وعجبتني. مزيانه هاد لي انا، مزيانه هاد الحمله، مزيان التطهير لان مزيان تبان لي هذاك الشيء مزيان بطبيعه الحال، لان هاد الحمله شنقول لك هي من ناحيه البيئه، من ناحيه الاشخاص، هذه مزيانه تكون الواحد غادي على المهم تكون فيها المستقبل مزيان. انا كنعيش هنا تقريبا جاي 60 سنه، ما عمر شي واحد دار ليها. كنسمع الكريساج غير مؤخرا قالوا كاين الكريساج غير في البحر، جاو شي واحدين جمعوا الناس حوايجهم وجمعوا لهم كل شيء وزادوا بحالياتهم. غير مؤخرا يلا في هذه السيمانه اللي فاتت سمعت هذا الشيء، ولكن انا ما عمرني زعما وقع لي شي حاجه. اما كاينين في بلاصات نقيين، في بلاصات بحال الحي الشعبي راه ما كاينش الامان، كتدخل تبراني تجيب شريك ديالك. مؤخرا دشت شريط راه في محمدين الخميس، رانا السارقه بالسيوفه والامن ما كاينش. هذا الشيء اللي غادي نقول لك، امن والو، بنادم مع السيوفه مخلينو تيضرب بالسيوف ديالو، بنادم معلق مراواش مخسرين. واش شدي الله يدير لهم شي شاويل هاد الناس هادو. بحال هو بنادم ينقصوا ليه من البطاله ويخدموا بنادم كيف قال الدري، يخدموهم وبنادم يوعى شويه، راه هادشي راه ما منوش. هادشي خص يكون فيكتيف ديال البوليس، البوليس ما كافينش، خصهم يكونوا في احياء الشعبيه. انا في سونتر فيلو معارف ما تكريسيش، بعد 90% ما غاتكريسيش، اما الا خرجتي لي كارتي بوبيلير ما نعاودش لك. ابار على كريساج تحرش يقدروا يديروا البنت كامله. انا سمعت انا قصص داو دريه كامله، هزوا في طوموبيل وداوها تليفونها بكل شيء لها. يعني كيبان لي لا سيكيورتي كاينه غير في سونتر فيل المعارف صافي، بورغون هنايا لا كوت صافي، اما لي كارتي بوبيلار شي راه ما كاينش. ضروري باش نقصوا من السرقه، ولا بغاو يتعاملوا كاع يتعاملوا هذوك الشباب بطاله، يشوفوا كل واحد والحرفه اللي عنده والدبلوم اللي عنده وخشيو بنادم يخدم. هذا هو الحل، بس بنادم تو يموفي على راسو، حيت بنادم كيكون مريح راه كيفكر شي حوايج اللي كيدوروا لي في باله اكثر من الامن. يعني الا كان الامن تيمشي ويجي تيشوف الانسان كاين هادي تيقدو، واش فهمتي ولا لا؟ لان تيبان لك الشرطي ما كاينش في الشارع، ما كاينش، يلا تيكون واحد في الضوء الاحمر ولا اسمو هذا هو اللي. اما في المسائل ديال السيركيلاسيون ديال البشر ما كاينش الامن، ما بان لي حتى شي شرطي، هذا هو القصد ديالي انا، خصو يكون الامن. يعني زعما بنادم منا حنا المواطن الا شفنا شي واحد كيدير شي حاجه ماشي هي هذيك خصنا ننبهوه باش يحتفظ على نفسه، الا ما كانش محتفظ على نفسه راه ما عنده والو. حنا اللي خصنا ننبهوه، ماشي نتسناو حتى يدير لنا المخزن، لا راه كاين المخزن.
خصنا حنا خصنا ننبهوا. انا دابا مثلا لقيتك شادك شي واحد نقدر نتداخل. إذا مشاهدينا من بعد ما سولنا المواطنين المغاربة فكما شفتوا معنا الإجابات ديالهم كانت باينة وواضحة، فقالوا على أنهم إلا ما كانوش كيحسوا بالأمان وهما في البيوت ديالهم فكيفاش غادي يحسوا به وهما نازلين للشارع. فكانت عندهم بعض الاقتراحات وبعض الحلول، من بينهم على أن خص الدولة تكثر من الأمن وكذلك تعطي فرص الشغل للشباب. وبهذا كنكونوا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، تبقوا على خير.